هروح لأولى محطاتنا الصباحية لليوم ومحطتنا الاجتماعية والنفسية. رح نحكي فيها عن حالة للأسف صرنا عم نشوفها كتير بالوضع الحالي، كتير أشخاص عم يتعاملوا بقيمهم اللي تربوا عليها ومعتقداتهم، ولكن عم بيشوفوا أنه المجتمع صار فيه تغييرات ببعض العادات والتقاليد وشيء مختلف عنهم، ودائما الشخص بيسأل نفسه ترى الخطأ مني ولا الخطأ من الآخرين. قد عم نشوف هذا الشيء عفاف؟ صحيح سلمى، خصوصا أنه هلأ المجتمع صار عم يصنع قيم مختلفة تماما عن الشيء يلي تربينا عليه، وعن أنه الشخص هذا يلي مصاب بهذا الاضطراب تربى على قيم وأخلاق معينة، ولكن يفاجأ أنه هو غريب بالمحيط يلي عايش فيه، أو أفكاره غريبة، أو بحس بالوحدة حتى هو مع رفقاته أو أصدقائه حتى ضمن بيته. قد ما كانت نيته صافية وقد ما كان معطاء وكريم، إلا أنه يقابل بردود فعل عكسية ممكن تكون هي خداع نوعا ما، فبيسأل حاله أنا بشو أخطأت وليش لحتى يصير معي هيك رغم أني أنا إنسان منيح، فبيشعر بالغربة النفسية. هذا موضوعنا لليوم رح نحكي فيه أكيد مع الدكتورة ياسمين بسام الشلبي، دكتورة في التنمية المجتمعية وعلوم الإرشاد. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. صباح الخير دكتورة ياسمين. صباح الخيرات. خلينا بالبداية نبلش مع المفهوم الكبير اللي حكيناه بالعنوان واللي هو الغربة النفسية. هل هو اضطراب أم هل هي حالة بيشعر فيها الشخص؟ شو توصيفها علميا؟ هلا نحن فينا نوصفها بشيء كتير بسيط، إنه الإنسان يشعر بالاغتراب وهو ما أنه مغترب بكل بساطة، إنه ما رح نفوت بالمصطلحات والتعقيدات مشان العالم كلياتها يوصل المفهوم بشكل الموضوع. بسيط تمام. فإنه نحن نشعر بإنه نحن غرباء بوسط، نحن كتير في موجودين كانت الأمور طبيعية وفيها ألفة وفيها تكيف، وفجأة نحس إنه نحن غير متكيفين أو غير قادرين نندمج أو نتكيف بهذا المجتمع اللي نحن فيه. طبعا له كتير تفاصيل، له كتير أسباب، له كتير قصص، هلأ رح نسردها سوا. خلينا نبلش بالأسباب، نضوي عليها، نقول يعني الواحد هل هو إنه السبب الرئيسي بيكون إنه القيم الجديدة يلي صارت بالمجتمع هلا بتختلف عن تربية الشخص يلي هو فتر عليها او تربى عليها، ممكن يكون هو سبب اساسي بالاضافه للاسباب التاليه؟ هلا القيم هي جزء من الموضوع، انما اذا نحن بدنا نبلش قبل ما نفوت بالاسباب، لانه كل قسم حيكون معه اسبابه، خلينا نبلش بالانواع، يعني هو شو انواعه طبعا. خلينا نقول انه احنا في عنا طبعا نحن رح نحكي عن ثلاثه اليوم، هو في اكثر بس نحن رح نخص هدول الاجزاء اللي رح نحكي فيها كونهم متصلين ببعض. الوحدة العاطفية، الوحدة النفسية، والوحدة الاجتماعية، هدول الثلاثة اللي هن مرتبطين ببعض. بس الفكرة انه نحن المصطلح كغربة نفسية هو علميا هو مفهوم الاغتراب هو الصحيح، اللي احنا اذا بدنا نكون ادق كرمال اللي عم يسمعونا. هلا اذا نحن بدنا نبلش بشيء مثلا اسمه الوحدة العاطفية، رح نحكي امثلة من صلب الواقع موجودة، ورح نقرب قد ما فينا المفهوم لحتى يوصل باقرب صورة ممكنة للعالم. نحن مثلا ولنفترض انه في عنا شخصين مرتبطين، حياتهم كتير تمام ومقبلين على الزواج تمام، حيكون في كل حدا عنده بالنهاية أكيد إما صلابة نفسية أو هشاشة نفسية. يعني إحنا من مجموع العالم اللي نحن عايشين فيها، ناس بتلاقيها بتتلقى الصدمات وقدرانة إنه هي تصمد، وناس ما عندها هذا الصمود اللي يخليها إنه هي تقدر تكون قوية. فنحن بالأساس مختلفين وعنا فروق بالأساس عامة، هذا الكل هذا الحكي متفقين عليه. إذا بدنا نفسر بقى قصة الوحدة العاطفية هون، إذا نحن عندنا شخصية ما عندها هي الصلابة، طبيعية هي ما عندها هي الصلابة وعايشة بهذا الواقع، ولنفترض خلينا نحكي على العنصر الأنثوي، كونه العنصر الأنثوي غالبا بيوقع بهي القصة نتيجة الكم العاطفي الكبير اللي عندها يا الأنثى. فمتفقين الشخصين وبلش وهي عندها صدمات سابقة، عندها خبرات، عندها قصص، بلش الشخص الآخر أو الطرف الآخر يضوي على إضاءات يشعرها بالتقدير بالاهتمام، بأنه أنا مهتم فيكي بكل التفاصيل، أيمت بتنامي، أيمت بتاكلي، وين بتروحي، شو ما بدك أنا معك، التفاصيل كلها اللي هي الأنثى بتهتم فيها وبتحبها. فشو بيوصل شعور للأنثى؟ أنه أنا هذا الشخص بحبني صح؟ هو هذا الشعور هو مو شعور حب، نحن إذا بدنا نكون واضحين هو شعور اهتمام، هذا الاهتمام ممكن يكون صادق وممكن يكون فيه خداع.
فالأنثى هون شو بصير فيها لما بتسمع الكلمات اللي هي بدها تسمعها وهي اللي بتحبها؟ فبتعطي تدفق مشاعر كتير كبير. كل شيء عندها مشاعر حلوة بتعطيها، وشو بتعمل؟ بترفع سقف التوقعات عندها بشكل كتير توقع. طب هي قبل ما توقع هي ما ساوت له أعمدة. الأعمدة هي الثقة بذاتها هي وبهذا الآخر اللي أنا بدي يكون شريكة معه. فأنا لما ما بحط هاي الأساسات حتما السقف مثل ما قلتي رح يوقع. تمام؟ فأنا نطرت منه التقدير، الاهتمام، صار أنا نفسيا صرت أنا يعني مثل اللي أنا أي شيء بدي أعمله مرتبط فيه، يعني أنا ما عاد أنا لحالي، كل شيء مرتبط بالآخر. وهو نحن لازم يكون في عنا شيء خاص لإلنا، ثقتنا نحن تكون من ذواتنا. أكيد نحن بننبسط بالكلام الحلو وبالثناء وبكل شيء، بس إذا ما في أساسات هذا الشخص حيضيع. يعني مثله مثل مثلا الزوجين لنفرض هدول تزوجوا وارتبطوا، وهي كانت ناطرة كتير الأشياء الجميلة اللي هي بدها إياها، وفجأة هذا القناع اللي كان موجود هو راح. هلا نحن ما حنحكي من الناحيه العلميه انه في اشياء هي اكيد بتخف وفي لها هرمونات معينه، ما رح احكي فيها، رح احكي فقط نحن عن انه اذا كانت عاشت هي الوحده من قفا صدمه او من قفا مشكله، ممكن تكون وفاه، ممكن تكون فقدان، ممكن تكون انفصال. فهون اللي بصير انه هي رفعت سقف توقعاتها، ما عندها بقى ثقه بحالها، خف التقدير عندها كثير كثير لحالها، صار بدها بس تسمع اي كلمه تقدير من اي حدا رح تنجذب له. وهي بمرحلة عم تتصرف فيها برد فعل وليس بفعل، كونه هي تعبانة، يعني لأنه الطرف الثاني ما عم يعطيها اللي بدها إياه، أو هي فجأة كان في شيء كتير واختفى هذا الشيء. فهون ممكن إذا كان إذا تزوجوا هن وهي الحالة كانت موجودة، فهن حيوصلوا لشيء اسمه طلاق صامت، لخرس زواجي، حيكونوا موجودين ببيت واحد بس هن ما في أحاديث مشتركة، ما في قصص يحكوا فيها، فبتصير الحياة أسوأ. وبتصير أسوأ لما بيكون في أطفال، لأنه نحن إذا بدنا نرجع نشتغل على هدول الأطفال اللي تأثروا من هي البيئة اللي هن موجودين فيها، فحيكون في عنا هي البيئة العاطفية اللي تواجدوا فيها حتكون السبب انه نحن نبلش مع الاب والام قبل الاطفال. فبيسالونا انه ليش هيك الاولاد؟ ما هي الاساس انه في مشكله بالاساس بين الابوين لحتى وصلت لهالناحيه هي. فهون بصير عند الشخص شيء اسمه وحده عاطفيه، هي الوحده بتخليه يشعر انه انا ما بقى واثق بحدا، متضايق كل الوقت، عندي شعور سلبي لاي علاقه، اذا بشوف حتى اثنين مع بعضهم بشعر انه في كذب، في خداع، بيسقط كل الاوهام السلبيه، واغلبنا مر فيها لما بيكون مارق بقصه، بصير بيسقط، بيعمل اسقاطات، هي الاسقاطات الوهميه هي كثير خطيره وممكن تاثر على شخصيته. هون المفترض شو يعمل؟ اذا نحن بدنا نعطي عن حل بسيط هون، فورا يلجا لاختصاصي. إذا هو عنده هذا الوعي الكافي اللي يخليه يلجأ لهذا الشخص، ما عنده هذا الوعي يسأل الناس اللي هي ما لها مصلحة معه، يعني ما لها مصلحة تضره حيادية، يعني تماما أنه أنا بوثق فيهم بس هن ما عندهم مصلحة يضروني. وهون كتير خطأ أنه نحن بس نسأل الأصدقاء، يعني نحن في عنا العنصر الذكوري والعنصر الأنثوي والأصدقاء، بس ما نشمل بيناتهم كلهم برأي واحد. فنحن هون ضروري قصة التوعية اللي لازم تكون، هذا نحن إذا بدنا نحكي شيء عن شيء اسمه وحدة عاطفية. تمام؟ طبعا آثارها النفسية كتير سلبية وكتير سيئة، وممكن تمتد سنوات ليصير الارتباط الآخر. فهون أنا بنبه أنه نحن ما يصير في ارتباط، أو ما مثلا ننسف هاي العلاقة لنبلش بعلاقة هي لمجرد بس أني أنا خلصت من هاي العلاقة السلبية، لا، نحن نستنى لنهدى ولنروق لنتصرف بفعل مو برد فعل. أما إذا بدنا نجي للنوع الثاني اللي هو الوحدة الاجتماعية اللي هي عم تصير هلأ كتير معانا، اللي هي مثلا نحن انتقلنا من مكان لمكان، أو من كنا موجودين بالبلد وسافرنا، أو مقر عملنا انتقل، أو نحن غيرنا الشغل، فنحن عم ننتقل من بيئة لبيئة. هذا الانتقال من البيئات عند الأشخاص، في أشخاص فورا بتتكيف وهي بتتأقلم وقدرانة تبلش، وفي أشخاص لا. فهي الأشخاص طالما قدرانة تتأقلم وتتكيف ومشت أمورها فهي ممتازة، طالما هي مرت بفترة أولية ما تأقلمت بس هي عم تتحسن تدريجيا، أوكي كتير منيح. بس إذا ما في أي تأقلم ولا أي تكيف، مثل كثيرين ناس فكروا أنه مقر العمل عند مثلا تغيير المؤسسة أو تغيير المركز أو تغيير الشركة اللي عم يشتغلوا فيها هو الحل لكثير قصص، لما غيروه حسوا أنه لا، أنه أنا ماني هون وما بدي هون وما لي قدران أتكيف. هذا الشخص إذا ضغط على حاله بهذا المكان تبعت العمل وضل
انه لا بدي اعمل الاحسن، بدي اعمل الاحسن تماما. هو اول شيء رح يستهلك، رح يستنزف على الاخر، ورح يوصل لحاله انه هو انسان نهائيا غير منتج نهائيا، ولا قدران يحكي ولا قدران يتعاطى مع الاشخاص. فحيصير يعني اذا نحن بدنا نعطي مثال مثل الشمعه، هو عم بيضوي الطريق بس هو عم يدوب. فهون اكيد نحن مو دائما الاماكن يعني العمل اللي بدنا اياه ممكن يصح لنا، ممكن يكون في تدرجات وفي درجات نطلع عليها، بس دائما نؤمن بانه نحن نروح بالاخير للمكان اللي فعلا بيشبهنا، اللي نحن قدرانين نكون فيه فعالين، حتى لو كان مو لنا، لو كان مع ناس ثانيين، المهم انه نحن نكون فعالين فيه وقدرانين نقدم شيء معين. مثلا اذا بدنا نعطي مثال ثاني، ونفترض نحن اصدقاء، نحن ثلاثه من فتره طويله كثير، تمام؟ وانتم بحكم عملكم نحن عنا بالمؤسسه مثلا دورات اعداد برامج، تمام، او تقديم تلفزيوني، وانا بدي انكم تكونوا موجودين بهذا الكورس او هاي الدوره او هذا التدريب. فحكينا بالموضوع ونحن اصدقاء قدامى، خليكم متذكرين هاي النقطه، تمام؟ فانتم بتعرفوني كثير منيح وبتعرفوا انه انتم واثقين فيني وفي صداقه حقيقيه. فحكينا بالموضوع وقلنا شو بدنا نعمل وشو بدنا نساوي واتفقنا على كل شيء. رحتوا انتوا وبلشتوا بالعمل، فجأة يوم اثنين ثلاثة لقيتوا الوضع مانو تمام. بعد فترة حسيتوا انه انا متغيرة معاكم، مو هي ياسمين اللي بنعرفها. فبلشت التساؤلات وبلشت تحليلاتكم انه ليش هيك عم بيصير. هلا هون تجوا انتوا تعطوني عذر انه نحن ما لنا مرتاحين للمكان، فمعلش بدنا نعتذر عن هذا العمل معي، تمام؟ القصة هون هي ما قصة مكان ولا قصة عمل، القصة انه انتم كنتم واثقين فيني وواثقين بتعاملي، وفجأة لقيتوا هي ياسمين ما لنفسها. طب ليش ياسمين كانت هيك؟ بجوز هلا متغيرة او عندها ظرف، ممكن، بس شيء بسيط، ولا كانت هي حكيت وقالت شو صاير معها. انما الناس هي بالاساس موجودة بوجوهها الحقيقية، بس نحن ممكن ما نكتشفها الا متأخرين. فهي ما تغيرت معنا ياسمين، ياسمين كان لها مصلحة معاكم انكم تكونوا موجودين كونكم انتم ناجحين بمجال عملكم، وكانت بدها تصدر هذا النجاح وتشارككم فيه، بس لما حست انه هي ما حتقدر تاخذ منكم شيء طلعت الوجه الاخر او القناع الاخر، فانتم اكتشفتوا شخصيتها الحقيقية لياسمين، وليس المكان هو السبب او اسباب اخرى. نحن بنتحجج بهي الحجج، وهذا الحكي خطير وعم نعيشه كثير، يعني انه ليش هيك صار معي، ليش هيك عملت معي، لا هي كانت هيك بس نحن ما لنا عارفانينا، الا اذا في ظروف قاهره فعلا هي بررت لنا اياها تماما. ايه بس بتبان وبتوضح وبتشعري بصدقه، بيوصل صدقه تماما تماما. هذا الحكي. اما اذا ما له مصلحه، لما انا حاولت بكل الطرق اخذ هذا الشيء اللي انتم ناجحين فيه لانسبه لإلي او لكون انا مثلكم وما قدرت، فحتما بدي انا اذيكم او خليكم تتضايقوا من هذا المكان. هي نفسيه الانسان اللي هو عم بيتعامل بطريقه سلبيه طبعا. فالوحده الاجتماعيه هي مثل الناس كمان اللي سافرت واللي غيرت مكان العمل ومكان الاقامه وكل شيء وما قدرت تتاقلم بسرعه، في ناس رجعت صح لما لا ما عندها تكيف، لانه المفترض يكون في تكيف، في تاقلم، في قصص ثانيه. في ناس بلشت شوي شوي اوكي وصلت، وفي ناس فورا قلبت، هي عندها هي القدره. فهون نحن بنرجع لقصة الاختلاف، انه نحن مختلفين، والاشخاص الاكثر حساسيه هن اللي بيتعرضوا لانواع الوحده صراحه، سواء كانت العاطفيه ولا الاجتماعيه وخاصه النفسيه. هلا اذا بدنا نجي للوحده النفسيه، القصه الكبيره، فهون نحن عم بصير معنا تفاصيل متكرره، مثل مثلا انتوا ركزوا هلا بالحكي وشوفوا قد ايه في اشخاص من حوالينا عن جد عايشين بقوه القصه. انا مغتربه نفسيا، بس انا عايشه هون بين اهلي وبين ناسي وبين بوطني وبالمكان اللي انا بحبه. فجأة بتلاقوني بلشت بعد عن الناس، ما عاد قدرانه، انا قاعده معكم ما في اخذ وعطاء، انا انسانه ميته بلا روح، انا قاعده موجوده معكم بسايركم، تروحوا على هالمكان شو ما بدكم، تاكلوا هي الاكله شو ما بدكم، اي شيء شو ما بدكم، شو اي شيء. الكلمات مكرره، الالفاظ مكرره، هي ما في ابداء راي،
انه انا اي شيء بدكم اياه انا جاهزه، شو ما بتاكلوا باكل. هلا في فرق بين انه شخص هو متعاون، هو بالاساس ما عنده مشكله باي شيء، وفي شخص بانه مل وصار صار عنده مشكله بالتشارك مع الناس. ومثل ما قلتوا بالبدايه انه انا اذا بدي اعطي راي بدي انفهم غلط، فلا بلا ما اعطي هذا الراي وبلا ما يتحلل بطريقه سلبيه وبالناقص ريح راسي الجمله تمام ريح راسي. فهون بصير معه اعتلال، هذا الاعتلال اسمه اعتلال مزاجي. هذا الاعتلال اذا كان السبب اللي هو سبب لي هذا الاعتلال بيزول لما انا بيزبط، مثلا لنفرض عندي مشكله انه انا متضايقه انا وياكم متخانقين تمام، لما بنتصالح بيروح هذا الاعتلال. يعني الاعتلال مرتبط بالسبب، متى ما زال فورا بزور الاعتلال. بس نحن شو ببلش عنا؟ ببلش عنا انه نحن عم نشعر بانه نحن غرباء، نحن متضايقين، نحن ما لنا منتميين لهذا المجتمع ولا لهدول الناس، نحن بنحبهم بس نحن ما بدنا نتعاطى مع حدا تمام. وهون في قصه كثير خطيره، انه في فرق بين اني انا اخذه كقرار شعوري، انا اعمل وحده بس شعوريه انا مسيطره عليها، وبين انها تكون لا شعوريه، لانه هي الوحده النفسيه لا شعوريه. بس اذا اجيت انا وقررت انا بحب كل اللي حوالي بس انا بدي اعمل ستوبات تمام، عملت ستوب، ساويت العلاقات رسميه مع الاقارب مع الاصدقاء مع معي اللي بحبهم كرمال ما وصل معهم لمراحل يصير فيها غلط او يصير فيها مشاكل لاني بحبهم. فهي الستوبات كانت حمايه. هلا ممكن انه انا القرار وقت بيكون لا شعوري فانا عم بيصير معي اعتلال مزاجي غصبا عني، بيجوا بيسالوا للشخص انه شو بك، يعني انا مالي عرفان شو بني، انا ما بعرف وصف حالتي، لانه الوحده النفسيه لا توصف ولا بيعرف الشخص يحكيها تمام. هي بتكون مثل ما حكيتي يمكن انت بالبدايه تراكمات قصص كثير صارت مع صدمات نفس الاشخاص، تقدير يوصل واحد لهي النتيجه تمام. نحن يمكن وقتنا بقيان معنا دقائق قليله قبل ما نختم اليوم، شو النصيحه اللي بتعطيها لكل الاشخاص يلي عم بيحسوا ببعض انواع الوحده النفسيه اللي حكينا بقلب الوحده النفسيه؟ خلينا نكفيها نختم فيها تمام. هن شعروا بسوء تقدير، بسوء معامله، بصدمات، بعدم مشاركه، بملل من هي الحياه، كل هي القصص. لما باخذها قرار شعوري هذا كثير منيح انه انا عم بعمل ستوبات وعم بحترم الآخرين، بس لما بتجي غصبا عني فأنا ما بطبطب على هذا المجروح نفسيا، ما بأذيه، لأنه هذول الأشخاص هن أكثر ناس عندهم حساسية، بمروا بمرحلة حساسية عادية بعدين حساسية مفرط حساسية مرضية بعدين حساسية مفرطة كتير. يعني هن ما عندهم استعداد يسمعوا أي كلمة. إذا بيجي أنا بعمل هيك بإيدي على إيدك أو على رجلك بتتضايقي. ليش؟ لأنه هن جروحهم النفسية مفتوحة، وهي الجروح ما بتتغطى الجروح النفسية، فهي مؤلمة لما بتجي بتطبط بي أنت بتزيد الألم. فأنا المفترض أني أنا أوضح أنه لما بتكون جاهز أو لما بتكوني جاهزة تحكي لي عن هي القصص أنا بسمعك، بس ما أتعامل بأني أتفاعل بطريقة مبالغ فيها وورجي أنه أنت مريض ولا أنه أنا أكون بعيدة، كون إنسانة طبيعية. وأنصحه أنه يلجأ لمختص، لأنه الناس العاديين ما بيكفوا. في برامج نحن بنعملها بترفع تقدير الذات، بس يرتفع تقدير الذات هي الحل بتقدير الذات. برجع انا بقى لحياتي الروتينيه شوي شوي. القصص بتصير انه الناس بتستهجنه لهذا الشخص، انه انا ما بقى بدي اقعد مع شخص ما في كل قعدته سلبيه وما عنده طاقه وكذا، هذا الشخص هو كتير كتير مؤذى نفسيا، فأنا كتير بدي دير بالي عليه، بس مو بطريقة حسسه أنه أنت عندك مشكلة لحتى يتجاوز هي المرحلة اللي هو فيها، لأنه هي مرحلة خطيرة وما لها مرحلة سهلة، وبتفوته من بعد الاعتلال المزاجي لشيء اسمه اختلال واقع، أنه أنا مالي عارفان وين أنا. بعدين بصير عنده اختلال أنا، هي الاختلال ممكن تخليه فيه الصبح يقول يا الله وين أنا، أنا بتختي، أنا شو عندي، عندي موعد، عندي بصير ما يحزر شو عنده لشوي فترة قصيرة بيرجع لوضعه الأصلي تمام. هون بقى بتصير بوابة الاكتئاب انفتحت، وهم ما بقى يطلع بقى من القصص بسهولة. فأنا طالما لساتني بالمراحل الأولى قدران أساوي كتير أشياء مع هذا الشخص ومع الأشخاص كلهم اللي عم يعانوا من الوحدة، إنه نحن ننصح بإنه نلجأ لمختص تمام. وهذا المختص ما يكون حدا بس بينظر، حدا بيشتغل بطريقة عملية وروحه تكون روح عن جد هي حابة المساعدة، مو الناس اللي هي صارت تجارية. هي النقطة كتير مهمة، إنه إذا المسترشد ما حس بهذا الإحساس ما بيقدر يشتغل مع هذا الدكتور أو المشرف أو مين ما كان يعني الاختصاصي.
بعدها انه نحن ما نورجي انه ايه هي الحاله مر فيها هذا الشخص ومر فيها الشخص ومر فيها الشخص. بالحالات النفسيه ما بنتعامل بهي الطريقه لانه ما فينا نعمل اسقاطات. تمام. كل انسان هو حكايه بحد ذاته، كل انسان له تجربته الخاصه. لما بشعر انا اكيد بسوء التقدير باي مكان او بمكان عمل، انا المفترض اني اعبر عن هذا الراي بس بطريقه لبيقه لحتى اوصل للي بدي اياه. اكيد انا حزينه على كل الناس اللي عندها هي المشاعر السلبية، بس هي مشاعر وهي أفكار عم تنتقل لسلوك. طالما نحن موجودين كلياتنا لندعم هدول الأشخاص اللي حوالينا وقدرانين نبث الأمل بأي تفصيل فهذا كتير شيء حلو. يمكن أكتر شيء إنه بتكون المسؤولية على الشخص نفسه، يعني هو لازم يدير باله على حاله، لازم هو يهتم بنفسه، يعرف شو الأسباب ويعالجها، لأنه مثل ما حكيتي ما بيكون واعي. أغلب الأطباء أو الأخصائيين صاروا تجاريين وممكن بس يلجأوا لإعطاء المهدئات مثل ما عم نشوف كتير بالآونة الأخيرة. تمام. فإنه خلاص كل حلو. هو عارفان شو عم يصير معه. يتبع على حاله ويساعد. تمام. حاله. بدنا نتشكرك بس ماله مدرك للنهاية، فهي الخطورة. أكيد أكيد. بدنا نتشكرك كثير على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. خليلي شكرا لك دكتورة ياسمين. أهلا وسهلا.